الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما تسمى دالة الطلب الهكسي المعوض، هكسيان ديماند فانكشن أو كومبنسيتد ديماند فانكشن. وطبعا إن شاء الله سنستعرض يعني هذه الدالة بواسطة أمثلة رياضياتية تحتاج إلى انتباه، ونقارنها بما يسمى بالمارشليان مارشليان ديماند فانكشن أو دالة الطلب المارشلي. وعلى بركة الله نبدأ. أن نقوم بواسطة دالة الطلب الهكسي أو المعوض أو ما يسمى الكومبنسيتد ديماند بمعرفة أثر إحلال هي سبستيتيوشن إفكت سلعة ما مكان أخرى، وأثر الدخل إنكم إفكت في الطلب على سلعة ما. نبدأ حديثنا بتحديد دالة المنفعة أو يوتيليتي فانكشن، لنفترض أنها من طراز كاب دوغلاس. كاب دوغلاس يوتيليتي فانكشن اللي هو بيكون يعني السلع مضروبة كميتها مضروبة ببعضها البعض ومرفوعة لقوة معينة، لكن هلا سنفترض بأنها تأخذ الشكل التالي. هذا الآن utility function، دالة المنفعة تعتمد على السرعتين x و y، وتساوي هذه صيغتها الصريحة x مضروبة في y، كل واحدة مرفوعة لقوة واحد صحيح. وبالتالي الآن هذه دالة المنفعة التي تعتمد على السرعتين x و y تساوي حاصل ضرب كمية السرعتين x و y. نقوم الآن بحساب المنفعة الحدية أو marginal utility من كل سرعة كما يأتي. هذا marginal utility المنفعة الحدية المستمدة من السرعة X هي المشتقة الجزئية لدالة المنفعة بالنسبة للسرعة X. بالحالة هي عندما نشتق هذه الدالة بالنسبة ل X تعطينا فقط U Y عفوا، وبتساوي Y. فهذه هي المنفعة الحدية من السرعة X. أما المنفعة الحدية المستمدة من السلعة Y فنشتق هذه الدالة بالنسبة ل Y اللي partial U partial Y تعطيني X. إذن لاحظوا لي سبحان الله، لأنها من طراز كاب دوغلاس كل واحدة مرفوعة القوة واحد صحيح، فبتعطينا الصيغة البسيطة التالية marginal utility بالنسبة للسلعة X تساوي partial U partial X تساوي Y، وهنا marginal utility of Y تساوي partial U partial Y تساوي X. الآن شرط تعظيم المنفعة، نحن الآن نفترض بأن العميل الذي نتعامل معه أو الإيجنت أو المستهلك هو عاقل و يعني يحاول تعظيم المنفعة التي يستمدها من السلعتين X و Y. فشرط تعظيم المنفعة يستوجب ماذا؟ أن نقسم the marginality المنفعة الحدية للسلعة X على سعر X، يجب أن يساوي المنفعة الحدية من السلعة Y على سعر Y. وبالتالي لاحظوا لي هنا كل دينار بعطينا منفعة حدية هنا يساوي الدينار المنفعة الحدية للدينار اللي بنفقه، كل دينار إضافي بنفقه يجب أن يعطيني منفعة حدية مساوية للدينار بنفقه على Y هنا X مقابل Y. بالتعويض نجد الآن نعوض، نجد بأن الآن لأن لاحظوا المارجن يوتيليتي هنا Y بالنسبة ل X، ها لاحظوا لهذه المارجن يوتيليتي of X كانت Y هنا، فإذا Y مقسم على سعر X، وهنا تساوي X مقسم على سعر Y، لأنه كل واحد يلاحظوا لي لأنها من صيغة كاب دوغلاس ومرفوعة القوة الواحد صحيح لكل واحد، فالمارجن اللي هي المنفعة الحدية من السعر X تساوي Y، والمنفعة الحدية من السعر Y تساوي X. فهذه ببسط علينا، بالحالة هاي المنفعة الحدية من السعر X هي Y مقسم على سعر X، والمنفعة الحدية من Y تساوي X مقسم على سعر Y بالحالة هاي. إذا الآن بالضرب التبادل نجد بأن X تساوي price of Y على price of X اللي هو سعر Y على سعر X مضروب في Y، أما Y فتساوي price of X اللي هو سعر X على سعر Y مضروب في X. هذه الآن العلاقة بسيطة وسنستغلها بعد قليل إن شاء الله في الاشتقاقات. نتابع على بركة الله. آخر نتيجة كانت هنا أنه الكمية التي يشتريها المستهلك يعني خضوعا لدالة المنفعة اللي ذكرناها بأنها تساوي X مضروب في Y تساوي price of Y على price of X مضروب في Y، وهو X وهنا طبعا X، أما Y تساوي price of X على price of Y يساوي X أو مضروبة في X عفوا. إذا هنا X اللي هي الكمية المطلوبة حسب دالة المنفعة من X تساوي سعر Y على سعر X مضروب في Y،
والكمية المطلوبة من واي تساوي سعر اكس على سعر واي مضروبة في كمية اكس. نتابع، نقوم الآن بتعويض قيمة اكس ثم قيمة واي في دالة المنفعة. يعني الآن بدل اكس أضع هذه القيمة وبدل واي أضع هذه القيمة، مهم جدا لنحصل على ميل. الآن utility كما ذكرناها قبل قليل اللي تعتمد على السلعتين x و y تساوي x ضرب y، هذا يعني بأن اليوتيليتي نفسها تعتمد على x و y في حالة فقط y. يعني نعوض الآن بدل x، بدل x نضع هذه القيمة، وضعناها هنا بنشط بهذا عفوا في y تربيع، هنا عفوا price of y على price of x، هنا لاحظوا لي في y مضروب في y، واليوتيليتي بالنسبة المستمد من x و y بالنسبة ل x الآن تساوي price of x على price of y في x في x تربيع. إذا الآن عندما ندخل x y على y بصير عندي y تربيع، وهنا x في x x في x تساوي x تربيع، لكن نهونها الآن، أي أن الآن لاحظوا لي إنه اليوتيليتي من x و y تساوي price of y على price of x في y تربيع، لأنه هنا y في y، واليوتيليتي تساوي price of x على price of y في x تربيع. هذا مهم جدا جدا. الآن نحتاج إلى معرفة فقط x لوحدها و y لوحدها بدلالة ماذا؟ بدلالة الأسعار وبدلالة المنفعة نفسها. ما يعني بأن دالة الطرم معوضة الآن compensated، الآن الكومبنسيتد اللي هي إذا وضعتها ما يسمى دالة الطرم معوضة، إذا عرفنا كمية y كمية x بدلالة اليوتيليتي والأسعار، بدلالة اليوتيليتي. هنا الآن نقوم بالتعويض، هذه x sub c اللي هي compensated demand اللي هو لاحظوا لي الجذر التربيع، أخذنا الجذر التربيعي لأنه الآن y تربيع فأنا بحاجة فقط ل y، x تربيع بحاجة ل x. هنا x إذا تساوي بالحالة هاي الجذر التربيعي لحاصل قسمة price of y على price of x مضروب في الجذر التربيعي utility، كذلك الأمر بالنسبة للcompensated بالنسبة ل y تساوي الجذر التربيعي ل price of x على price of y في الجذر التربيعي utility. هاي الآن نسميها احنا the compensated demand، مهم جدا، أي بمعنى آخر عرفنا الكميات المطلوبة الطلب على x الطلب على y بدلالة المنفعة ومعدل السعرية. طبعا نتابع، يعرف قيد الدخل income أو budget constraint، نسميه احنا قيد الدخل أو قيد الموازنة كما يلي. هذا income i تساوي كمية x في سعر x زائد كمية y في سعر y، إذا i تساوي x في px زائد y في py. هذا income اللي هو الدخل، قيد الدخل تساوي كمية x في سعر x زائد كمية y في سعر y. الآن قد حسبنا قبل قليل قيمة x بدلالة y و y بدلالة x كما يلي. تذكروا قبل قليل قلنا x تساوي سعر y على سعر x مضروب في y، و y بالوقت نفسه كانت سعر x على سعر y مضروب في x. إذا الآن نعوض بدل هذه، نضع هذه القيمة، وبدل هذه كل واحدة لنفس إلى حالها طبعا على حدة نضع هذه القيمة. ما الذي يحدث الآن؟ هاي لاحظوا الـ x لهذه القيمة كلياتها هنا، وهذه y كل هذه القيمة. إذا بتعويض أي من القيمتين في قيد الدخل، نعوض الآن هذه القيمة ثم هذه القيمة، نجد ماذا؟ الـ i تساوي x في px، أوكي، بدل y الآن زائد وضعت فقط قيمة y اللي هي هذه px على py في x هنا، لاحظوا لي في py هذه، يعني بدل هذه عوضنا كل هذه القيمة وبقيت هذه، إذن أعطتني هذه القيمة، إذن تساوي 2x px، ما يعني بأن x تساوي income الدخل على 2، يعني مقسم على حاصل ضرب 2 في سعر في سعر x. أما الآن هي طبعا بتنشط مع هذه حتى تنتج هذه القيمة، أوكي، أو الآن I بعوض الآن بدل X وليس بدل Y، عوضت بدل X هذه الآن X هنا هذه القيمة كلياتها بالتعويض، نجد بأن الانكم بالحالة هاي price of Y على price of X في Y مضروب في price of X اللي هو سعر Y على سعر X مضروب في Y مضروب الكل في price of Y،
هاي بتنشطب مع حاله زائد y في py إذا تساوي 2 y py إذا y لحالها تساوي i على 2 py. هذه الآن تذهب مع هذه ما بتركنا هنا بالحالة هاي إنه عندي price of y زائد price of y في y price of y في y بعطينا 2 y في price of y. إذا هذه الآن كلياتها لاحظوا لي نسميها إحنا ما يسمى بالطلب المارشالي أو مارشاليان ديماند اللي تعودنا عليه بدوال الطلب العادية، مقابل الآن سنقارنه بالهكسيان ديماند اللي قبل شوية سمينا إحنا الهكسيان ديماند أو كومبنسيتد ديماند. نتابع مثال تطبيق بالأرقام حتى نعرف بالضبط الفرق بيناتهم وكيف نحسب أثر الإحلال وأثر الدخل. لنفترض بأن سعر X يساوي 2 وسعر Y يساوي 2 والإنكم يساوي 64. ما يعني بأن الطلب المارشالي الآن المارشالين ديماند X تساوي الإنكم على 2 في السعر، إذا 64 2 في 2 لاحظوا price of X يساوي 2. بما أنه قبل قليل حسبنا 2 في السعر فهذا الدخل 64 و2 ضرب 2 هنا يساوي إذا 64 على 4 يساوي 16، وواي بالوقت نفسه اللهم صل على سيدنا محمد تساوي الانكم على 2 في سعر واي إذا تساوي 64 على 4 يساوي 16. إذا هذه 16 سأبينها بعد قليل بيانيا. أما مقدار المنفعة المستمدة من السلعتين لأنه المنفعة تساوي حاصل ضرب السلعتين، إذا بيطلع بالحالة هاي اليوتيليتي of x y تساوي 16 ضرب 16 يساوي 256 وحدة منفعة. على الأقل هذا إذا يعني سلمنا بأن صيغة المنفعة تساوي حاصل ضرب x في y تساوي 256. هاي الآن 16 هنا وهذه 16 هنا. بالنسبة لدالة الطلب المعوض compensated demand فهي كما يلي الآن، يعني قبل قليل حسبناها. إذا بتحبوا أرجع بالشرائح دقيقة واحدة إلى الخلف أذكركم بأي مقطع بأي شريحة. هنا تأخذ مني 20-30 ثانية فقط لا غير. هذه أوكي، هاي الكمبسيل الديماند أرجو أن ترجعوا لها حتى تتأكدوا من الاشتقاقات. وبالتالي قيمنا الكمبسيل الديماند نقيمها بدلالة حاصل قسمة الأسعار والمنفعة هنا وهنا. فنتابع الآن، أرجع إلى المقطع اللي تركته قبل قليل حتى نتأكد انه كيف شكل بالحالة هاي المارشالين ديماند. هاي الان هنا هذه مهم جدا كومبنسيتد ديماند، عوضنا الان هذه اكس الكومبنسيتد تساوي حاصل قسمة طبعا الجذر التربيعي لحاصل قسمة سعر واي على سعر اكس مضروب في الجذر التربيعي اليوتيليتي، لكن نقيم اليوتيليتي عند المستوى السابق 256 قبل ان تنخفض. هاي مهم جدا جدا مهم جدا. وتساوي طبعا 2 على 2 لان السعر 2 2 250 يساوي 16. كذلك الامر الكومبنسيت ديماند بالنسبه للسلعه الثانيه واي تساوي 16. الان لنفترض اي ان الطلب المعوض الان يساوي الطلب العادي عندما تثبت الاسعار، او الطلب المارشالي يساوي الطلب الهكسي. الان سنفترض بان الدخل بقي كما هو، سعر واي بقي كما هو، لكن سعر اكس ارتفع. كيف ارتفع الان؟ لنفترض بان سعر واي بقي عند مستوى باي برايس اوف واي يساوي 2، لكن سعر اكس ارتفع ليصبح برايس اوف اكس يساوي 8. لاحظون من 2 الى 8. ما الذي سيحدث الان؟ ماذا يحدث في هذه الحاله؟ عند الان المارشالين ديماند يساوي الدخل على 2 في السعر لاكس يساوي 64 مقسم على 2 ضرب 8 لان السعر الجديد. وبالتالي لاحظوا لي انه الكمية المطلوبة انخفضت الى 4، وهنا بقيت اسمه عندي 16. هنا اليوتيليتي بدل 256 اصبح 64 هنا، يعني قبل ما اتحدث عن هنا لكن اذكركم انه انخفض من 16، هذه انخفضت من 16 وهذه انخفضت من 256 منفعة اليوتيليتي توتال يوتيليتي نتيجة لأن سعر أكس ارتفع من 2 إلى 8. وبالتالي الآن الكمية المطلوبة حسب المارشاليان ديماند أو الطلب المارشالي
من 16 إلى 4. بقي طبعا هنا لم يتغير سعر واي، وبالتالي بقيت من 16، لكن المنفعة انخفضت من 256 إلى حاصل ضرب 4 في 16 يساوي 64. هلا بالنسبة للطلب المعوض، لاحظوا لي نقيم الطلب المعوض عند قيمة المنفعة السابقة اللي هي 256. فلاحظوا لي الآن هذا الطلب المعوض اللي هي الهيكسيان ديماند بالنسبة للسرعة اكس تساوي الجذر التربيعي لحاصل قسمة السعرين في الجذر التربيعي اليوتيليتي يساوي 2. الآن السعر واي بقي كما هو، لكن هذا ارتفع من 2 إلى 8. فالجذر التربيعي اليوتيليتي قيمة اليوتيليتي الأولانية وتساوي نصف في 16 تساوي 8. لاحظوا لي انخفض من مقدار كبير إلى 8، الآن من 4 إلى 8. وواي سي بقيت 32 إذا يعني قام بإنفاق كل الانكم عليها. هذا الآن أرجو التدقيق بهذه القيم، لأننا قيمنا الآن الهيكسيان ديماند عند المنفعة السابقة. كيف يعني الآن نفسر ذلك بيانيا؟ هنا التفسير بيان، هذه نقيم منفعة عند المستوى السابق كما ذكر. الآن التمثيل البياني حتى نفهم، هنا على المحور الأفقي الكمية المطلوبة من أكس، هنا الكمية المطلوبة من واي. هذا الآن البجت كونسترينت، قيمته الآن اي تساوي 64. في الحالة الأولى قبل أن يتغير أي شيء عندي هنا اليوتيليتي فانكشن هذا واي اوف اكس تساوي اكس في واي، يعني هنا عفوا اليو هذه المنفعة تعتمد على اكس واي تساوي اكس في واي. الآن الذي حدث أنه لو أنه المستهلك أنفق كافة الدخل تبعه على السلعة اكس فإن أقصى كمية يشتريها 32، وكذلك الأمر هنا أقصى كمية إذا أنفق كل الدخل تبعه على السلعة واي فإن أقصى كمية يحصل عليها 32. لكن اختار هو أن يكون عند هذه النقطة لما اكتشفنا بأن الكمية هون 16 و16 بالحالة الأولى قبل أن تتعرض الأسعار لأي تغير. عندما الآن ارتفعت أسعار أكس، ما الذي حدث؟ زادت الأسعار أدى إلى انخفاض الكمية المطلوبة منها، لأن أسعار الآن هذا البجت كونسترين سعر أكس ارتفع، فبالتالي الكمية المطلوبة بتنخفض منها. فهنا عندي الآن وجدنا بأن الكمية على المحور العمود اللي هي واي بقيت كما هي، لكن هنا هاي النقطة طبعا هون النقطة ألف نقطة باء، هاي انخفضت إلى 4 قبل قليل. أرجو الرجوع إلى الشريحة اللي بيّنت فيها بأن الكمية الآن انخفضت من 16 إلى 4. طيب الآن السؤال اللي طرحه هيكس، لو أردنا أن نبقي على مستوى المنفعة السابق اللي هو 256، ما الذي سيحدث الآن؟ كأنما الآن أتيت بمستوى دخل رفعته إلى هذه النقطة، هذا الآن كأنما اخترت هذه النقطة اللي بيكون في عندي هذا قيد الدخل الجديد بعد ارتفاع الأسعار يوازي هذا الدخل المفترض. نقطة الالتقاء هذه هي نسميها النقطة جيم، هذه انخفضت حسب الكمبنسيتد ديماند إلى طبعا هي بقت 32 هنا، لكن هاي إلى 8. فإذا أستطيع الآن فكفكة هذا التغير إلى جزئين. الجزء الأول هذا بنسميه إحنا نتيجة لأثر الإحلال، هذا هو أثر الإحلال الانخفاض من 16 إلى 8، ونتيجة لانخفاض الدخل الحقيقي، لأنه عندما ترتفع أسعار السلع فإن الدخل الحقيقي القوة الشرائية تنخفض، وبالتالي هذا انخفاض دخل حقيقي، هذا بنسميه إحنا أثر الدخل، هذا هو أثر الدخل. فالانتقال من 16 إلى 8 أثر الإحلال، والانتقال من 8 إلى 4 أثر الدخل. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر بأن هذا المقطع يحتاج إلى بعض التركيز ومشاهدته أكثر من مرة، وكذلك الأمر أن يكون لديك قلم وورقة حتى تتأكد من الأرقام. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.